ضربه كوفيتش ايه؟ بص هم اتقال لي حاجه بس انا ما اعرفش لان ما اتقاليش في وشي فما اقدرش اقول لك، لكن الوكيل بتاع سوزا قال لي كذا، قال لي مراته مش عايزه تقعد في اوروبا وكده، او مش عايزه تيجي يعني مصر، او مش عايزه تيجي المنطقه يعني الحته دي دلوقتي. لكن التاني اتقال لي من خلال حد فبرضه انا ما اعرفش هو يعني اللي هو ايه بقى اتقال لك ايه، ان هو في حد اشتغل في مصر زمان يعني وقالوا الدنيا بتبقى صعبه والناس عايزاك تكسب على طول والاجواء سخنه جدا ومحدش هيستحملك. بس انت قلت لي مش كيروش. لا مش كيروش والله. لا مش كيروش. لا هو ما اعرفش انا هفتكر الاسم. بوسني. انا سويسري يعني بغض النظر يعني. فبس فبعد ما حصل كده حد كلمني قال لي ايه رايك كذا، قلت له اكيد يا ريت بس انا سمعت ان ارقامه كبير يعني. قال لي طب نشوف يعني نقعد نتكلم. فلما اتكلمت انا كنت يعني الكلام ده انت كنت في البرتغال؟ لا ده في مصر. كنت في مصر. رحت البرتغال بس بيومين على الامضاء، ما رحتش قعدت كتير يعني. فاتكلمت معاه زوم ميتنج. راجل فيري ديسنت. بتهيألي شفته يعني عامل ازاي. جدا جدا راجل جدا محترم جدا جدا وملاقي قبول من بدري. وهادي ومتحدث منصت جيد يعني يحب يسمع. فلقيت الامور قريبه من بعض بصراحه. فالحمد لله يعني الموضوع بس في بتاعه محترم قوي. فكره في ناس يقول لك يا عم ده عمره ما ضرب منتخب. هو ليبي كان ضرب منتخب؟ ليبي قعد 20 سنه بيضرب انديه. نعم. ما مسكش منتخب مره واحده. راح خد كاس عالم. خد كاس عالم مع ايطاليا طبعا. ساكي اول ما مسك في المنتخب عمره ما كان مسك منتخب، كان بيلعب كان ماسك انديه طول عمره يعني. قصدي فكره اصل ده كذا يعني ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه يعني.